السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده رجعنا لكم بسلسله البطرونات اللي اتفقنا عليها، والحلقه الثانيه معانا هي مقاس 38 اكس سمول. بصوا بقى، النهارده هنعملها بطريقه سهله قوي وبسيطه. اهم حاجه تنسوش اللايك الجميل واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلوا كل جديد انا منزله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو ده يا جماعه المقاس اللي احنا هنعمله مع بعض، تمام؟ هنعمله نفس الشكل ده برضه. دي واحده بس، بسم بالله، وهنبتدي بنفس الخطوات الاولانيه اللي احنا عملناها، بس هنقول المقاسات بتاعه البطرون ده او بتاع المقاس ده بالذات، تمام؟ عشان لو حابه تمشي ورايا خطوه خطوه، وده مقاسك تمشي ورايا خطوه خطوه. مظبوط. عندنا اول مقاس، او عندنا اول دوران، هو دوران الصدر، ودوران الصدر عندنا 88. طيب 88 على الاربعه تساوي 22، 88 على الأربعة هتساوي 22. بعدين محيط الوسط عندنا 68 وعلى الأربعة هيساوي 17 سم. وعندنا محيط الأرداف هيساوي 93، 93 على الأربعة هتساوي 23 وربع، 23 وربع. طيب طول الجنب عندنا 20، أما بقى طول الظهر 40. وعندنا محيط الرقبة 38 على الخمسة تساوي 7.6. وعندنا عرض الظهر 34.4 على الاتنين هتساوي 17.2. 34 على الأربعة تساوي على الاتنين هتساوي 17.2. وطول الكتف عندنا 12.5. 12.5. طيب احنا المرة اللي فاتت ابتدينا ازاي؟ ابتدينا بعرض الظهر، وعرض الظهر عندنا 17.2، 17.2. وهقول برضو المقاسات وانا شغاله واحده واحده عشان خاطر ايه انتي ما تتلخبطيش او ما تحسي او تحسيش ان انا ايه لخبطتك، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بص هكتب برضو المقاسات وانا ماشيه، 17.2. طبعا زي ما اتفقنا اي ورق، مش بشرط ورق معين. وبعدين هننزل هنا 20 سنتي، هننزل 20 سنتي. 20 سنتي ليه؟ عشان خاطر انا هنا الورقة كبيرة والمسطرة مش هتجيب الاربعين كلها، فعشان كده هننزل 20 ونعمل خط الصدر، بعدين ننزل 20 تاني ونعمل خط الوسط، وبعدين هننزل خط الجنب. طيب عندنا خط الصدر كام؟ خط الصدر 22 زي ما اتفقنا، 22 سنتي، 22 سنتي. ثانية واحدة، 22. وبعدين هننزل تاني كمان شوية، اهو ثانية واحدة هتبقى كده، هتبقى دي 20 اهي، بس حاولي تيجي بس كده مع ايه، هي هتطلع معايا مفرودة وتمام مظبوطة. انا بس هوريكي المقاس وهوريكي بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها المرة اللي فاتت هنعمل بيها المرة دي. طيب مقاس الوسط عندنا او دوران الوسط عندنا هو 17 سنتي، دوران الوسط 17 سنتي، دوران الوسط 17 سنتي. امشي بنفس الخطوات دي وبعدين حطيها على القماش، وهتلاقي لو انت ده مقاسك هتلاقي انه طالع معاكي مظبوط. وبعدين هتنزلي بطول الجنب، طول الجنب عندنا كام قلنا؟ 20 برضو، او ممكن تمشيها 18 او 19 على حسب ما انت حابه. لو انت شايفه ان انتي مش طويله قوي خلاص يبقى تمام ماشيه على 19، ولو مش طويله قوي قوي ممكن تمشيها على ايه 20، لا 18، انا اسفه 18. 18 ده بيبقى رقم ثابت برضو بالنسبه للجنب، ده بيبقى ثابت ساعات يعني بالنسبه للناس، ممكن يبقى 20 وممكن تاني يبقى 18. 18 ده ممكن تلاقيه برضو في مقاسات كبيره، لان في بتبقى ناس مش طويله قوي، ده بيفرق في الطول طبعا وبيفرق في طول الموديل اللي انتي عايزاه، تمام؟ يلا بينا برضو نعمل بقى حلقة الرقبة. ثانية واحدة نحط اخر خطوة دي برضو، ثانية اللي عندنا 17 سنتي، 17 سنتي. وده عندنا ده قلنا 23 وربع، ده 23 وربع. ثانية واحدة، 23 وربع، تمام كده 23 وربع. المقاسات دي هي مقاس 38 اكس سمول، تمام؟
المقاس ده يعني مقاس برضو حلو قوي، يعني بيلبس ما بين من اول بقى ال 12 لحد 18 19 20، يعني في ناس برضو بيجي عليها المقاس ده 20 في البلوزات. تمام. وهنا عندنا دوران الرقبة بتاعنا 7 و6 من 10، 7 و6 من 10. وهننزل هنا برضو 7 و6 من 10 و3 سنتي، 3 سنتي دي ثابت، رقم ثابت بالنسبة لأي موديل. وادي 3 سنتي بتاعنا. تمام. ويبقى هنا 7 و6 من 10. وهنعمل الحردة بتاعة الخلف وحردة الأمام. وبعدين في ناس بقى بعتولي في الخاص على الفيسبوك طلبوا مني، قالوا لي انا مش بعرف اشتغل على الناس بتتلخبط في النقطه دي. ليه؟ لان انا اتبعتت لي ناس، بصوا نزلت النقطه وحطت دي نقطه الكتف اهي، تمام، وراحت جايه النقطه معاهم بقى ايه 3 سنتي هنا مثلا، هي عملت النقطه هنا، تمام، فعشان توصل دي راحت عامله كده. فانا شفت الصوره دي بصراحه اتلخبطت، يعني هي كانت عامله لي خط زي كده، بصوا عامله لكم كده خط بسيط كانت كده، كان شكلها بايظ جدا. ليه بقى؟ لان هي ما ظبطتش. بصي لما تيجي تعملي النقطه، ادينا انا عامله اهو النقطه، ماشي، لازم تعملي خط مرشد. خط مرشد يعني ايه خط مرشد؟ او خط او كده اهو، ده كده اسمه خط مرشد، ده يرشدني اعمل خط الكتف بتاعي فين. تمام. فانا هنا جيت اهو، ده كله 3 سم، المساحه دي كلها نزلها 3 سم، فانا هشوف بقى هيرشدني وديني فين في ال 12 ونص. تمام. فهفضل همشي كده لحد ما تيجي معايا لنقطة الصفر. هي كده وصلت معايا لنقطة الصفر، بس كده تمام. يعني هي سهلة قوي وبسيطة. اما اللي شفتها كانت غلط، يعني هي واحدة عملتها بنفس الشكل اللي وريتهولك ده، بصي كده، ولا نزلت الكتف قوي، ما ينفعش. التلات سنتي بتظبطيها وبتعملي لها خط مرشد وبتشتغلي عليها. بعدين بننزل خط هنا كده. طيب الخط ده عندنا 12 ونص. طيب الخط ده بدون مقاس. طيب ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى خط الكتف نازل عمودي على خط الصدر، نازل عمودي على خط الصدر. طيب وبعد ما بننزل عمودي على خط الصدر بنطلع هنا 7 سنتي، وممكن 6 7، هي بس بتبقى بين 7 وبين 6 خط ثابت. تمام. وبعدين بنيجي هنا بناخد 1.5 سنتي خروج عشان نعمل امام مع الخلف بشكل سهل. تمام. يعني انا طلعت 7 سنتي، هنا طلعت 7 سنتي، 7 سنتي كده، هنا طلوع 7 سنتي. وبعدين بعمل بقى ايه الحردة بتاعتي، وبعدين بعمل حردة الخلف بتاعتي كمان اهي برضو اهي اهي، وبحاول اوصلها. تمام. وبعدين بنيجي بقى نوصل الخطوط دي ببعض. طبعا قلنا في القص على القماش حاولي ما تجيبهاش بالزاويه اللي انا هجيبها دي، وساعتها طبعا انت هتاخدي على المرك او بقلم مثلا برضو، بس حاولي انت ما تجيبهاش بالزاويه دي، الزاويه المظبوطه دي قوي ما تجيبهاش بيها. بصي اهي كده. وبعدين هنوصل خط الارداف بخط الوسط، خط الارداف بخط الوسط تمام كده. اللون بتاعنا اتعمل وجهز، يا رب يكون واضح وسهل وبسيط ومفيش اي حاجه. هعيد بس تاني على المقاسات بسرعه قوي قوي قوي. مقاس الارداف، مقاس الصدر عندنا او محيط الصدر او دوران الصدر 88، محيط الوسط 68، محيط الارداف 93، طول الجنب 20، وطول الظهر 40، محيط الرقبة 38، عرض الظهر 34.4، طول الكتف 12.5. طيب ده كله بيتضرب على 4 ما عدا محيط الرقبة وعرض الظهر. عرض الظهر هنضربه على 2، ومحيط الرقبة على 5. محيط عرض الظهر المرة اللي فاتت لما ضربته على 4 ضربته عشان خاطر الورقة كانت مش هتكفي كله، صغيرة. وكمان اساسا عرض الظهر احنا بنعمله عشان خاطر يرشدنا هنعمل حردة الرقبة ازاي. يعني بنعمل الخط اهو، بس انا ما مشيتش على الخط، ما هو خط 17.2، بس خط الكتف عدى كمان عرض الظهر. فاهمين النقطة دي؟ يعني ده بس زي برضو خط مرشد، بس هو اساسي انت تاخديه بالمقاسات عشان خاطر تعملي عليه
مع دوران الرقبه، وكمان تعملي عليه خط الكتف. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط والحلقه دي تكون عجبتكم ان شاء الله. وبعد بكره هنعمل الحلقه الثانيه، واهم حاجه لايكات كتير 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 قوي 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 على الحلقه دي، ويا ريت يا رب تكون عجبتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ويا ريت رايكم في التعليقات تحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تحيات مريم احمد.